تعالوا بقى نتكلم فن الاتيكيت، الذوق، الرقي، اتيكيت الكلام. اهم طرق اتيكيت الكلام دي البدايه، اهم الطرق اتيكيت الكلام البنات انك تكوني طبيعيه عشان خاطري ليكي طبيعيه، بلاش تكلف، بلاش مش عارفه الابي او الها او الدور مش بتاعك وقلب مش بتاعك، عيشي انوثتك، خليكي طبيعيه، خليكي واحده ست، خليكي بنوته. ليه نتكلف ونتصنع؟ مش حلو. بقى شويه يعني مش عايزه اقول لك الضحك وبقى والنقرزه والكلام والبتاع، انت ما تعرفيش الدنيا بتقال فيها ايه وبيتعمل فيها ايه. طيب تاني حاجه، لما اجي ابتدي كلام وابتدي اتيكيت كلام وفن كلام وبدايه الكلام، القى التحيه، السلام عليكم، بدايه السلام كده، اول الكلام السلام، طريقه التحيه. هل انا باجي اسلم على بنوته مثلا او راحه مجموعه فيها بنات وبتعرف عليهم الاول في فرح، في مكان، في شغل، في اي مكان، تختلف طريقه التحيه، مش هاخدها بالحضن، على حسب معرفتي للشخص وحسب درجه قرب الشخص ده منك. طيب بعد ما بقول التحيه وخلاص والسلام عليكم، بعرف بنفسي معاكم مثلا فلانه كذا، معاكم اختكم كذا، معاكم الزميله الفلانيه كذا، ابتسامه خفيفه خالص، مش لازم الدنيا اللي من هنا لهنا، مش اللي من هنا لهنا دي مش تبعنا خالص، خلينا نعمل ايه؟ البسمه خفيفه كده. طيب بعد كده ثالث قاعده من فن اتيكيت الكلام، المبادره. اصلا المبادره بالتحيه، يعني يمكن يكونوا هم مش واخدين بالهم، انت ما تسمعي الحلقه دي بتاعه النهارده يبقى عندك مهاره جديده اسمها مبادره التحيه. السلام عليكم يا بنات، عاملين ايه؟ السلام عليكم ورحمه الله، وهكذا. او انك تردي حد يكتب فتردي، داخله مكان بسلم، انا اعرف فلانه بس ما اعرفش، فداخله على فلان غلط، بسلم على الكل، بسلم على الكل، ما بخشش المكان اسلم على اللي اعرفه بس، السلام عليكم للجميع اللي موجودين، اذا حيتم بتحيه فحيوا باحسن منها، او ردوه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. رابع قاعده من اتيكيت الكلام مع البنات او اتيكيت كلام البنات، انت ممنوع كبنت تنادي على حد بصوت عالي يا فلانه في الشارع، بقى المكان عام الناس كلها باص، او من البلكون يا مش عارفه ايه واللي غلط يا جماعه، والله مش غلط، ولا في مكان عام ولا في الشغل، في نبر صوت معينه كده لازم نحافظ عليها. تقول لك احنا بيئه كلها اصلا الناس كلها صوتها عالي وما بتعتمد، توطي صوتك انت، ما تتعلمي توطي صوتك. تقول لك لا ده احنا في زمايل شغل، ولا زمايل شغل ولا زمايل جامعه، ولا تنادي على واحد في الشغل عندك اصل زميل، هم بيقولوا له ابو خليله خله، فانا اقول له ابو خليله خله حماده دادا، هم يقولوا ده مش من الاتيكيت، ولا الذوق ولا الرقي ولا الالتزام والسمت، خلوا بالكم. او تنادي باسم الدلع مثلا، واحده صاحبتك عيلتها مثلا هي لها اسم مثلا اسمها سميه مثلا، وتنادي عليها بقى عشان دويلي من العيله صح، ده مش في الاتيكيت على فكره، عادي ممكن بنات بنعمله بحب وبتاع، ايوه بس ده مش من الاتيكيت، مش من الذوق والرقي. يعني احنا عايزين بعد الحلقه دي نطلع بنات عشان خاطري، نطلع حريم كده، انسات، امامير، رقاق كده في كلامنا. وانت كأم لو بتسمعيني اسمعي الكلام ده وعلمي بناتك. خامس قاعده، بلاش التصنع في الحديث، وبرضو بلاش التفاخر، احنا واحنا مفخره بقى وعيلتنا وكذا وبالنفس وانا والدنيا والبوزيشن والبرستيج اي كلام اي كلام، ده بيقطع تواصل، بيخلي بصي اللي في القعده بس مين دي عايزه ايه، دي اللي جايه رسم لنا نفسها، دي مين دي الهن، لا 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 مش عايزين هم بلاش تقطع التواصل من بدايته، ده مش من اتيكيت الكلام. اتيكيت الكلام يبقى فيه حوار والحوار مستمر. سادس قاعدة من قواعد الاتيكيت، احنا هنقول النهاردة القواعد العشرين للاتيكيت في الكلام، عملنا قبل كده القواعد العشرين لبيت العيلة وبعدين عندنا قواعد الحجاب الاربعين، في بقى قواعد الحب اللي لسه هنعملها. طيب سادس حاجة، بلاش احراج المتكلم، لو اللي قدامك بتتكلم تأتأت في الكلام، ده مش من الاتيكيت انك تحرجيها، ولا الذوق ان كل شوية تقطعيها في الكلام، او تلاقي الكلمة دي ما عرفتيش انت ادي بيها بتتقال كده، انت مش لا لا بالراحه بالراحه، ما بلاش داعي للاحراج، ولو في معنى او حاجه اتقالت غلط او مبدا كذا وبتاع بالراحه خالص كده بدون ما اسبب احراج ولا اذى للغير تماما، مش من الاتيكيت ان انا اعمل كده. سابع قاعده من اتيكيت الكلام للبنات، لو حابه تبتدي كلام مع بنوته او مجموعه بنات انت داخله عليهم لاول مره، طريقه ان انا اطرح سؤال في بدايه المحادثه، او الاسئله بتبقى مفتوحه مثلا، ايه يا جماعه انتوا بتيجوا المطعم ده كل يوم؟ طب ايه رايكم فيه؟ لا انتوا رايحه فرح، انتوا تبع العريس ولا تبع العروسه؟ يعني انتوا ساكنين في منطقه العريس، بسمع ان المنطقه دي فيها مش عارفه ايه، خلوا بالكم، بفتح اسئله
بفتح بكسر حاجز الصمت اللي موجود بأسئلة مفتوحة. وهنقول دلوقتي يعني إيه سؤال مفتوح وسؤال مغلق. الخطوة الثامنة اللي بعديها بعد ما افتح سؤال وابتدي سؤال بالمحادثة، احافظ على استمرارية الحديث، ودي مهم جدا جدا، ودي مهارة وبيبقى جميل لو البنت اتقنتها، عشان ما يبقاش قلنا سؤال وقعدنا وكل واحد قاعد شوفي عادات البنات مش عايزه اقول لكم تبقى ازاي. طبعا انا عشان ام فاهمه وسوسه فقاعده جايبه حزقها لشعرها اللي مش عارفه الايه اللي كذا الضوافر، قلت لها شفت الضوافر وانت قاعده. فخلي في حديث مستمر وبسيط، حديث مثلا زي ايه، انتوا جيران العروسه ولا العريس؟ اه يعني ساكنين في المنطقه بتاعتهم؟ ده انتوا تعرفوا بقى جنبكم مقرأه كذا كذا، وفي قريب منكم؟ لا ما نعرفش. اه في اه لا ده كذا. اه على فكره كان في محل ملابس تحفه جدا هناك، بتعرفوه ولا اشتريته منه ولا ايه الوضع؟ شفتوه يعني حلو كويس بيقولوا عليه كويس؟ السؤال هيحدد لك والاجابه نوعية ونمط التفكير للناس اللي انت قاعدة معاهم دولت، ايه المواضيع اللي تتكلمي فيها وايه المواضيع اللي ما تتكلميش فيها، في مواضيع محاذير هقولها لكم دلوقتي. فتبقي لحد ما الى حد ما فاهمة مين دول ومين الناس دي اللي اول مرة بتعرف عليهم، فامر طبيعي انك تبقي عايزة حتى خطوط عريضة. حلو كده؟ طيب. تاسع قاعدة، مش من الذوق ولا الاتيكيت ابدا انك تخوضي في مسائل شخصية مع الناس. تقول لك دي مش اول مره. ايوه بس العلاقه اللي بينكم وبين بعض مش وطيده قوي ان انا تسمح لي ان انا كده. هو انت كنت مخطوبه وسبتي لي؟ هي امه مش عارفه كانت كذا ايه، احنا كنا شايفينهم جايبين لكم زياره قد كده كده وانتوا جايين مش عارفه انتوا جاب ايه ده. ممنوع الكلام الشخصي في الامور الشخصيه او الامور الماليه. بتقبضوا كام؟ طبعا السؤال المعروف، بتقبضوا كام؟ المرتب مش عارفه إيه؟ غلط. عاشر حاجه من اتيكيت الكلام، جميل قوي ان لما تخشي على مجموعه جديده او مجموعه بنات بتعرفي عليها انك تحفظي اساميهم وتقولي اسم البنت او البناتيت اللي انت بتكلميها. حلو جدا لما بيحصل كده اثناء الكلام والمحادثه، معناه انك منتبهه لكلامها وان انت اديتيها نوع انا واخده بالي ان اسمك كذا، حاجه حلوه وبيبقى بيعمل نوع من انواع التواصل الجيد. طيب القاعده رقم 11 اتيكيت الكلام هو انك تفهمي ان افضل، بصي بصوا بصوا دي قاعده، افضل متحدث للكلام مين؟ هو الشخص اللي بيسمع اكتر ما بيتكلم. فاكرين القصه اللي قلت لكم احفظوها عني، مش حد في بيدرس علم اجتماع وعلم انسان مش عارفه ايه والكلام ده، وراح حفله واحد صاحبه، واما راح حفله واحد صاحبه واحد قبله عرفه بفلان وده بفلان وده بفلان، وقف مع واحد منهم وهو واقف معاه الراجل مش بقى بتاع علم الاجتماع ده لا التاني بقى، احد يكلمه 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 لحد الحفله ما انتهت. وبعدين وهم مروحين الراجل بقى اللي قاعد يتكلم ده مع الشخص اللي هو اخصائي علم الاجتماع ده، رايحين بقى بيسلموا على صاحب الحفله وماشيين، فالراجل اللي كان بيتكلم طول الوقت قال له صراحه صاحبك ده افضل متحدث في الكون، هو ما اتكلمش اصلا. هو كان بيعمل ايه؟ بيسمع. فقاعده الحوار ذات نفسها او الحديث او فن الكلام معظمه بيبقى ايه؟ استمع. استمع اكتر ما تتكلم. القاعده رقم 12 في فن اتيكيت الكلام وخصوصا للبنات، انه مش من الذوق، واعرفي كده مش من الذوق ابدا ان يكون حد بيتكلم قدامك وبيوجه لك كلام وانت مشغوله عنه بالتليفون ابدا ابدا. عشان كده بيعجبني جدا الجدات اللي عندهم قانون تخشوا من البيت الراوتر يتقفل وهاتوا الموبايلات عشان نعرف نتكلم مع بعض. لو بنشغل عليه بيدي احساس اللي قدامي بعدم الاهميه باستهتاره بيا كشخص، لا مش صح خالص. طيب في كمان قاعده جميله جدا وهي رقم 13، الواحد المفروض يتجنب الكلمات الجارحه. انت كبنت ما ينفعش تقولي كده انك دايما بتنقدي الاخرين، ده في ناس بتلسوع، في ناس بتلسوع بجد ونقد نقد نقد يعني وبصوره منفره جدا جدا. طيب حاجه غلط حصلت وكان ولا بد هنصحح لازم الامر ده، يبقى بلطف يبقى بانوثه يبقى برقي يبقى بالراحه كده وبصوت واطي، مش هجوم وكان كذا وتكشيره وانت كذا وانت ايه ده. لا انتوا عارفين مشكلتنا ايه احنا في المجتمعات العربيه، في مشكله وفي العلاقات بالذات، ان الناس مش بتعرف تمسك نفسها وقت لما تستفز. لو حد استفزها بكلام او كلمه تلاقي بص رد هي فهو صواريخ صواريخ، لا لا لا، ورد الفعل شديد جدا وقاسي جدا ويصل لعنف لفظي او اعتداء وايذاء جسدي، هي دي كارثه. نجاحك في العلاقات وفي مجرد التواصل والحوار الناجح بيني وما بين شريك حياتي بيني وبين اهلي بيني وما بين الناس، ان انا انسانه مش بارده لكن عندها اتزان انفعالي، بس اتكلم وتعمل وتتنرفز وكده
وحاجه يعني انت عندك ثبات انفعالي. وحكيت لكم الامر دوت يعني كنت لسه تقريبا قبل الطف رقم 3 يعني مثلا قولي 2004. 2004 ديت كنت حضرت دوره خاصه بموضوع الحوار، لكن الكلام ده ما كانش زي دلوقتي منتشر وموجود بكثره في كل يعني حد وصوب، لا كان نادر. لكن طبعا يعني الواحد كان عنده خلفيه بحكم انه كان بينزل المساجد وامور الدعوه والكلام ده، فكان كده كده بيتكلم يعني. فكان في ثلاثه من الدكاتره موجودين، واحد يعني انجليزي بيتكلم نيتيف انجليزي، والثاني كان هندي بس بيتكلم انجليزي بس يعني ايه والثالثه كانت مصريه طبيبه مصريه. الاثنين دول كانوا ما بيتكلموا ببطء، كان هو حلو عبال ما نلقط الانجليزي ونفهم وعايز يقول ايه يعني، ها الدنيا شغاله. لكن البطء اللي كان بتقوله المحاضره رقم ثلاثه يعني كان بيخنق، خصوصا مع حد رتمه سريع، رتمه سريع وعايزين نخلص والدنيا ومش عارفه ايه والكلام ده. فهي لحظه ان انا ابتديت اتضايق ومش يعني نخلص، ها ما قلنا هنقعد نعيد فيها وخلاص فهمنا اللي بعده، ما فيش. فقالت لي تعالي، وقامت جايه فاتحه لي فيديو ليها من 5 سنين، قالت لي دي انا من 5 سنين. طبعا شخصيه مختلفه تماما تماما، حد كده بيعمل مش عارفه ايه ورتم ايه، وبعدين ابنها دخل المحاضره مش عارفه فقالت له ايه، وكان رد فعل سريع جدا وحد مش عارفه ده وقامت جايه مكسره تاني ورتمها كان. اتعلمت ليه؟ اصلها مهاره. اتعلم ازاي يبقى انت بتعرفي تديري الامور، ما بتتنرفزيش، ولو قدامك تنطط بالاستفزاز. بص اصل في ناس مستفزه، ده في ناس فظيعه، تبص تبقى قاعدين كده قوموا جايين ملسوعينك بالكرباج بالكلمه ومش عارفه ايه، وانت ما انتش يعني يقول لك ياه، ولما تروحي بقى ياه كان نفسي ارد عليهم اقول ياه كان نفسي انا بقى ما اشوفهم. طبعا الكلام ده بيحتاج ايه؟ محتاج اتزان وانك تبقي هاديه، ولا استجيب ابدا لاي عامل استفزاز موجود، ودي من المهارات المفروض نتعلمها. تمام، خلي بالكم من النقطه دي عشان خاطري. النقطه رقم 14، وانت بتتكلمي وداخله على مجموعه بنات جديده بصي في عينيها، حدثيها واتكلمي معاها كده ومع بسمه خفيفه. حلو حلو يعني، بلاش البسمه يعني يا بنت تنطنل ونار بتضحكي، بسمه بسيطه كده وانت بتكلميها بصي في عينيها، ده افضل للتاثير وبيترك انطباع جيد جدا جدا تجاه المتلقي. طيب النقطه رقم 15، بلاش لو انتوا في مجموعه تقعدي تكلمي او توجهي كلامك لحد واحد بس، لا كلمي باقيين بقى قاعدين ايه ده احس انهم منبوذين، لا او ان بالابعاد انتوا بتبعدوا او التهميش، لا اختاري موضوع رقم واحد يناسب الكل او يهمهم ووجهي كلامك للكل، بلاش حد واحد بس. عشان كده بيقولك يعني من ذوق الكلام ومن اتيكيت فن الكلام ان يبقى في مواضيع مشتركه تهم وتمس الجميع. النقطة دي مهمة جدا على فكرة، عشان ما يحصلش انفصالية وكل اتنين واخدين بعض وشو دول يتكلموا على دول، لا. وده يعني فايدة القائد اللي بيبقى ايه؟ اللي بيقيد المجموعة أو اللي بيقود المجموعة وبيعرف فعلا يظبط الأمور، يقول لك لا يعني بس أنا مدوني بس الدنيا أنا هظبط لكم مدار الحديث دلوقتي. النقطة رقم 16 في فن اتيكيت الكلام والذوق في الحديث، إنك لازم تعرفي إن الحديث مش ليكي لوحدك، والقعدة مش ليكي لوحدك، لا 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 أنا بقى كان عندي كده مش عارفة. يا بنتي سيبي افسحي مجال للتانيين يتكلموا، وبلاش الله يكرمك، بلاش الله يكرمكم من فضلك تبقي كتاب مفتوح. أول ما تقعدي تك 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 قلت قصة حياتك كلها، تحكي اللي حواليك قصة أول 5 دقايق هم عارفين قعدت فيهم، عارفين عنك كل حاجة. غلط، مش صح، مش من ذوق الكلام ولا رقي الكلام ولا اتيكيت الكلام. القاعده رقم 17 فن اتيكيت الكلام هو عشان خاطري مهمه جدا القاعده دي، فكري قبل ما تتكلمي فكري قبل ما تتكلمي وتقول، بلاش اصدار احكام مسبقه على الاشخاص او الاشياء او المواقف او الاحداث، وفكري انت بتقولي ايه. وزي ما قلت لك خلي سؤالك سؤال مفتوح يكتر من حد يعرف يجاوب عليه. عملت رحت لا نمت ولا صحيت ما اعرفش ما عمل، لا خلي كلامك مفتوح وبدون توجيه مسبق للحكم. ايه رايكم في القرارات الاداريه الجديده للشركه؟ اي كلام. شفتوا المدير اللي مش عارفه ليه؟ لا 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 لا. شفتوا التخلف الاداري والمصيبه الكارثيه اللي حصلت كذا؟ ليه ليه ما توصفيش؟ بس مجرد ايه رايكم في القرارات الجديده؟ طب ايه ايجابياتها؟ ايه كذا؟ فتحتي موضوع، كل واحد قال اللي له وقال اللي عليه وقال الفكر وبقى كذا. لو صمت حد ولا جرحتي في حد ولا انك انت اديتي حكم مسبق على كده وخلتي حتى في فصل بينك وما بين المجموعه اللي موجوده.
القاعدة رقم 18، خلي بالك أنت كبنت اعرفي أن مش من الذوق أبدا أنك كنت قاعدة تطفي. شاهد أنا معاكي منديل، ما أنتش قادرة خالص، معاكي منديل وبتعملي لحد ما إيه تعملي، لكن لو أنت مش قادرة كده أو تدخلي الحمام يغسلي وشك ويعملي واستنصري زي ما أنت عايزة، لكن في وسط الناس كده ونطف كده مصيبة، يعني مصيبة ما لهاش أي علاقة بالبنات ولا لها علاقة بالإنسانية تماما، يعني حاجة مقززة. يعني القاعدة رقم 19، أنزلوا الناس منازلهم، راعي الألقاب يا بنتي وراعي فرق السن، لما تيجي تتكلمي أثناء الكلام واحترام الكبير، ترفق والتلطف مع الصغيرين اللي مش عارفين حاجة، العطف على الصغير دي من مبادئ الإسلام يعني، فعلى الأقل تبقي فاهمة كده. أنزلوا الناس منازلهم، الألقاب، الاحترام، الكبير يتقدم الأول، ما قطعش الناس في الكلام، مهم جدا. القاعدة 20 في فن اتيكيت الكلام هو انك تتجنبي السخرية، مش بس تجريح، سخرية، تهكم، يقول لك ده انا بنهرق عليه، ده احنا بنعمل افيشن، ده احنا بنعمل مش عارفة كوميكس، غلط غلط. علاوة على الحاجات الأساسية بتاعتنا، ممنوع الغيبة، ممنوع النميمة، ولو قاعدين اللي قاعدين خاضوا ولا الكلام ده يا جماعة اعتذري منهم بلطف كده وقوموا اطرقيهم بعد ما تنصحيهم، اصل النصيحة لله، بس تنصحيهم بالحسنى. دي كانت القواعد 20. مش عايزه حد يزعل، بس انا عايزه البنات تخلي بالها جدا جدا،